السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الأخطاء الشائعة المثل التالي: لما اشتد ساعده رماني. ذكر النيسابوري في مجمع الأمثال: لما استد ساعده رماني. استد بالسين وليس بالشين. يضرب هذا المثل لمن يسيء إليك وقد أحسنت إليه. ورد في لسان العرب والصحاح: استد الشيء إذا استقام. والسداد بالفتح الإصابة في المنطق والاستقامة والصواب. ويقال: إنه لذو سداد في منطقه وتدبيره ورميه. أما اشتد بالشين فقال الأصمعي: ليس بشيء. قال الشاعر: فيا عجبا لمن ربيت طفلا ألقمه بأطراف البنان أعلمه الرماية كل يوم فلما استد ساعده رماني. وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني. أعلمه الفتوة كل وقت فلما طر شاربه جفاني. لغتي لغة العرب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.